يبقى دلوقتي يا جماعة عن مثلا حال انسان انسان نفسه يحقق طموحه، نفسه يحقق هدفه وبيتكلم، هنلاقي ان الانسان اللي عنده هموم او الم او وجع او اي حاجه وبيتكلم عادي، هنلاقي ان كل كلام ليه رد من ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم. هنلاقي ان انسان بيقول يا رب كيف لاحلامي ان تتحقق، قال تعالى ادعوني استجب لكم. وانسان تاني بيقول يا رب اعطني املا يا الله، قال تعالى ان مع العسر يسرا. عن انسان تاني قال يا رب اني اتالم، قال تعالى لا تقنطوا من رحمه الله. وعن انسان تاني قال يا رب لا تنساني يا رب، قال تعالى اذكروني اذكركم. تمام؟ يبقى يا جماعه لازم يكون عندنا ثقه في ربنا قويه، ان ربنا دايما مش بيرضى للانسان الحياه التعيسه، الحياه الممله. تمام؟ بالعكس ربنا بيرضى، ربنا عايز لكل انسان حياه تكون سعيده. عشان كده لازم نستخدم عقلنا. حياتك هي قراراتك انت، انت 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 المتحكم في حياتك. انا اختار حياه بيضاء ولا حياه سوداء؟ ما اقولش لا ده ربنا خلق الانسان ده كده وعايزه كده. يعني الاقي مثلا واحد متاجر مخدرات مثلا ربنا هو اللي عايز يبقى تاجر مخدرات، ما ينفع هذا الكلام ابدا، ما ينفعش اصلا خالص. لا بالعكس، انت اللي بتختار الطريق ده لنفسك. حلو؟ ولما باجي اختار الطريق السيء لنفسي، خليك عارف ان ثقتك كده وربنا بتكون ضعيفه، انك انت مش مؤمن انك ربنا هيغيرك. وعشان وانت لازم تغير من نفسك، لازم تغير من نفسك. ان الله لا يهدي قوما، ان الله لا يغيرهم بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تمام؟ يبقى انا يا جماعه لازم يكون عندي ثقه بالله، وتوسع في المفهوم جامد. ثقتك بربنا دايما هي اللي تخليك توصل لاي حاجه انت عايزها. واثق من ربنا، واثق من ربنا ان انا احقق هدفي، احقق طموحي. ما اقولش ان انا هحقق هدفي واحقق طموحي وافضل ساكت زي ما انا. ربنا زي ما قلنا قال اسعى. لما اسعى هتواجه صعوبه، هتواجه حاجات. لما تواجه الصعوبه ربنا بيختبر قوه صبرك. وزي ما قلنا يا جماعه الصبر من غير ان هو كمان يعني مفتاح الجنه في الاخره، لا كمان الصبر في الدنيا بيوصلك لكل حاجه انت عايزها. تمام؟ فانا لازم اكون مؤمن بده بقوه، لازم اكون مؤمن بكل الكلام ده. ودايما تفائل، ودايما تفائل. ولما تحس انك في ضيق ولا في شده اوعى تقول ليه يا رب، ليه يا رب انا كده، ليه 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 ليه، ما ينفعش. تمام؟ كل بص يعني تخيل كده ان في كتاب، كتاب كبير قوي، والكتاب ده فيه صفحات كل الناس. تمام؟ صفحه فيها ناس في نفس اللحظه دي، مثلا ناس عايشه حياه كلها عذاب، ناس عايشه حياه مش عارف كلها فرح، ناس عايشه حياه ان انا مجروح، ناس عايش ان انا كذا كذا كذا. لو انت مثلا عايش في حاله ضيق وشده ونظام ده، خليك عارف انك انت برضو ورقه، ان في ناس كتير كده في نفس الحال زيك. لكن اللي بيخرج من الحاله دي الضيق والعذاب او اللي هو عايشه ده وده كله، ثقته بربنا ان ربنا هيخلي حياتي احلى من كده واحسن من كده. ليه؟ عشان انت واثق من ربنا. طول ما انت واثق من ربنا، ربنا صعب يعني استحاله ان ربنا يكسفك او او يحرجك. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا اله حاجه غير النفس البشريه خالص، اله حاجه تانية خالص. تمام؟ اهم حاجه اكون على ثقه في ربنا قوي، ان انا احقق كل حاجه. وخليك عارف ان الثقه في ربنا هتحصل لك وهتحقق ما دام انا عايش حياه كلها خير وتفوق. حياه خير، نيتي طيبه، يعني مش تكون نيتي وحشه بكره الناس بتاع، وانا واثق من ربنا انه هيغيرني، وانا نفس النظام برضو الناس مثلا بتشرب مخدرات وشوف حاجات زي كده، انا نفسي ابطل، نفسي ابطل. على فكره انت عندك الاراده انك تبطل، انت بس خلي عندك الثقه، حط عندك الثقه في ربنا ان انا هبطل، وادعي يا رب ان انا هبطل الحاجه دي. زي ما قلنا ربنا قال ادعوني استجب لكم. فهتحصل هتحصل طبعا ان ربنا يبدا ان هو يعني يعني يا رب ايه يكبر فيك الغريزه، غريزتك وفطرتك. تمام؟ انك انت تقدر تبطل الحاجه دي، بس انت لازم تنوي للفعل ده. حلو؟ تنوي للفعل ده وربنا طبعا هيساعدك لحظه بلحظه. تمام؟ يبقى انا كده يا جماعه عرفت عشان احقق اي حاجه في حياتي، طموح، هدف، انجاز، اي حاجه، لازم يكون عندي اقوى حاجه واهم حاجه ثقتي بربنا سبحانه والله تعالى. وما دام عندي ثقتي في ربنا قويه، فثقتي في نفسي هتبقى قويه، لان الثقه بالله تعني اني اسير على الطريق المستقيم، اني مؤمن بالله في الدنيا وفي الدين وفي الاخره وكل حاجه، مؤمن بربنا دايما ان هو معايا، مؤمن بربنا دايما اللي هو مش ناسيني. وخليك عارف طبعا يعني فكر كده لما انت مثلا تمشي في مكان مزدحم مليان ناس كتير قوي، كتير كتير جدا، هتبص ايه الزحمه دي؟ فكر كده ان كل انسان
اللي راح شغله واللي راح بيته واللي راح عمل وده الانسان ده بيشتغل ازاي ودول بياكلوا ازاي وده 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 وده. فعلا ربنا سبحانه وتعالى عمره ما ينسى ابدا عبده، عمره ما ينسى ابدا الانسان. لكن الانسان دايما اللي بينجح بسرعه واللي بيتوفق بسرعه بيكون ثقته في ربنا قويه ومؤمن قوي وطموح وعملي وبيحب يشتغل ومش بيأس ابدا. ليه مش بيأس ابدا؟ عشان هو عارف ان ربنا هيوفقه، وكمان مش بيأس ابدا عشان هو عارف انه هيواجه صعوبه وان الصعوبه دي بتكون اختبار لصبره، اختبار للصبر. وزي ما قلنا لما انت دايما تكون انسان صبور صدقني هتنول، اللي بيصبر بينول. تمام؟ طبعا يا جماعه دلوقتي يعني اتكلمنا كتير عن الثقه بالله وعرفنا ان اهميتها كبيره جدا، وان عرفت ان هي بتحقق لي طموحي وهدفي وبتخليني انا انسان اكون عديم الياس، انسان متزن الشخصيه، قوي الشخصيه، انسان قوي الثقه بالله، قوي الثقه بالنفس. الثقه بالله بتخليني احس بالكمال. طبعا الكمال لله وحده فقط، لكن مجرد انك بتشعر خلاص عشان انت راضي بالمقسوم ليك، راضي المقسوم ليك. ابدا من دلوقتي لو انت حاسس ان حياتك فيها بعيد عن ربنا، مش واثق من نفسك، لا ابدا بقى نرسك في ربنا انا حقق كل حاجه. ما تيأسش ابدا ابدا ابدا. زي ما قلنا قبل كده الياس ده مجرد فكره سلبيه الانسان هو اللي اخترعها لذاته ونفسه وبيعيش عليها وهم مش اكتر. ماشي؟ انا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان انا هكون حاجه جميله جدا، استمر، نيتي حلوه، هحقق كل ما انا عايزه. اوكي؟ يا رب تكون ان شاء الله استفدتوا من كل كلمه انا قلتها شويه كده باذن الله، وناخد اراء الناس عن ثقه بالله ومدى تاثيرها ونجاحها بالناس. أراكم كمان بام شوية.